سعادة وبكل نظرة. عبد الكريم الشرفاطي نيابة عن باقي اسماعيل. سيد رئيس أول محكمة المحكمة السنة وخيكاسي بالله فيها والذين انتقلوا من هذه المحكمة اتجاه المحكمة الابتدائية في قلعة صلاح. أولا تحية وشكرا للدعوة. فأعتقد منذ التحاق رئيس المحكمة الحالي الأستاذ سمير هو يبادر إلى مثل الجلسات العلمية مثل هذه الجلسة اليوم حول قانون 113 أساسا محاربة العنف ضد النساء والتي تلتقى بتكريم مجموعة من القضاة قدموا خدمة لهذه المدينة. فملاحظتي أن الندوة كانت تقريبا إيجابية كل ما هناك ضيق الوقت الذي لم يستوفي قيمة الموضوع. وأعتقد أن هذا الموضوع ديال مناهضة العنف لحد الآن لم يستوفي حقه لأنه حديث وبالتالي لابد من وقت كافي لدراسته لأنه أتى بواحد السرعة دون أخذ بعين الاعتبار في نظري مجموعة من المعنيين بالأمر القانوني. وسيد الإعلام المحلية والجهوية والإدارة الوطنية وتشكرها على تغطية هذا الحدث الهام المتجلى في تكريم مجموعة من القضاة التقدم إلى المحكمة إلى محاكم أخرى وإلى القضاة الوطنية. وكان تقارب أحد الموظفين وانتقل بعض منهم إلى محاكم أخرى. يأتي هذا التكريم في إطار ما ذأبت عليه هذه المحكمة من تكريم رجالاتها المنتقدين أو المحالين على التقاعد. وقد ارتأينا كما سبق أن عملنا ذلك على مزج هذا التكريم بقوة وطنية علمية تعنى المرأة والعنف الممارس عليها انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن مؤسسة القضاء جزء لا يتجزأ وفاعل أساسي داخل الدولة وداخل المنظومة المجتمعية ككل. وانطلقنا كذلك من ذلك اقتناعنا الصميم بأن القضاء فاعل محوري ليس فقط في الزجر والعقاب وإنما في توعية كافة المتدخلين جمعيات مجتمع مدني وباقي المتدخلين وتوعية كذلك مجموع الموظفين وكذلك المساعدين الاجتماعيين داخل هذه المحكمة. أتت هذه الندوة بشراكة مع شريكنا الأساسي في مثل هذه التكريمات ومسؤول الآخر الذي هو هيئة المحامين بفريدكار وكذلك المعهد العالي للقضاء بالرباط وكذا مركز وطني الوسطة والتحكيم ماستر القانون المدني بكلية الحقوق السويسي. لاحظتم بأن حافل التكريم قد مر وانتقلنا بذلك مجموعة من المداخلات القيمة أطرها قضاة هذه المحكمة وأساتذة الجامعيين وكانت غنية. وسيفتح باب النقاش بعد قليل إن شاء الله. شكرا. نعم إنه يوم قيم كان صادف واحد يوم لتمثيل هيئة القضاء بشراكة مع هيئة المحامين بريبيا وجمعية محامون الشباب تكريم بعض القضاة حازوا على مراتب وانتقلوا من مدينة إلى أخرى وبعض الموظفون حازوا على مرتبة التقاعد وهيئة القضاء ما نكرتش لهم الجميل ديالهم لأنهم تفانوا في العمل مدة طويلة ولهم بصمات جيدة. وصادف اليوم أنه يوم دراسي قيم بمعنى الكلمة تحدث على قانون 1303 قانون محاربة العنف أو مناهضة العنف ضد النساء وهذه مسيرة طويلة خلاصة مسيرة طويلة للهيئة النسائية بجميع أطرافها جمعيات مدنية حقوقية طالبة كانت تطالب بهذا المطلب. والآن الحمد لله خرج لي بجود بيوم
12/9/2018 ولقى منابر كبيرة تتحدث عليه وتتشوف أنه فين كاين الخلل فين، ولكن كان قانون وكان مكتسب، كان مكتسب كبير للهيئة النسائية. تخللت ندوة عدة كلمات من منها الدكتور حسن رقيب اللي تكلم على الوساطة وكيفاش المصالحة في بداية الأمر بين الخلافات العائلية والخلافات النسائية، وتكلم على الحكمين، وكانت ودخلت السيد عبد المجيد وكيدي اللي تحدث على المقاربة الحكيمة وأثارها في حماية الأسرة، وتحدث على وكان تدخل جد لطيف، تحدث على كيف يجب المرأة أن تعامل الزوج، كيف يجب الزوج أن يعامل المرأة باش تفاديا لكل هذا. هناك مداخلة أيضا للأستاذ خلفون، كانت مداخلة الأستاذ بتاب اللي تحدث على آلية التكفل وحماية النساء، كانت مداخلة الأستاذ خلفون عضو مجلس الهيئة ومحامي بنفس المدينة، تحدث على القانون والفعالية ديالو وكيفاش تحدث على وفي نهاية مبادئ ديال القانون بترتيب، ولو كان الوقت ضيقا كان يعطي الكثير. وكانت في النهاية كانت تدخل الأستاذ رئيس شباب رمضاني خلاصة وقانون قيم القانون كله 13/3 والعقوبة ديالو والخصوص ديال القانون الجنائي فين كاين خصنا فين كاين خلل فين كاين هادي زعما كانت عطات هادي الندوة كانت جد قيمة كانت خاصة الجميع. أنا من المكرمين اللي نعم علينا اللي نعم علي سيدنا محمد بن سام الملك الشريف تنشكرو جزاه الله خيرا. اليوم انا فرحان بالتكريم اللي قبلت ليا المؤسسه اللي كنت نعمل فيها واحد المده زمنيه محكمه ابتدائيه بوطزم الله يكبر منها 39 سنه. اليوم تنشكرو على هذا الانسان الملكي سيدنا صلى الله عليه وسلم. نشاط يأتي يدل سلسلة الأنشطة الثقافية والعلمية التي أخذت على نفسها هيئة المحامين الضريبة نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية القيام بها طيلة هذا الفترة الولائية التي نحن على رأسها. نعم قمنا بعدة أنشطة علمية، هذا نشاط من بيني يأتي على خلفية تكريم مجموعة من السادة القضاة الذين انتقلوا من مدينة أو من المحكمة الابتدائية بوطزم، وتكريما لبعض الموظفين الذين أحيل بعضهم على التقاعد، وهناك من حظي بتكريم المولويين بأن نال وساما للعرش أحد الموظفين وساما للعرش، وفي هذه المناسبة تأتي على ضوء تنظيم ندوة علمية تتعلق بالمداخل التصالحية والجنائية للمشاكل الأسرية طبقا لمقتضيات القانون رقم 113 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، ولذا بدأ تنزيله وتفعيله على مستوى الواقع بإحداث لجان وخلايا محلية للتكفل بضحايا العنف الأسري سواء المرأة أو الطفل. هذه قلت ان هذه سلسله من الحركات العلميه والانشطه الثقافيه التي نقوم بها وننظمها بشراكه مع اخواننا وشركائنا في الهيئه القضائيه ومع شركائنا في المعهد العالي للقضاء ومصر المقاوله، وهذا فيه انفتاح علمي لنخرج السادة المحامون وهيئة الدفاع إلى الانفتاح على محيطها المجتمعي ومحيطها المدني، لئلا تبقى مقتصرة على الدفاع عن القضايا والملفات داخل المحاكم وداخل المحاكم. والدلالة الأخرى هي تتعلق بالدلالة العلمية، حيث أن هذه الدواء تأتي تنزيلا لمجموعة اتفاقيات الشراكة ذات الطبيعة العلمية بالدرجة الأولى، والتي من خلالها تنفتح المحكمة الابتدائية بوطزم على مجموعة من المكونات القضائية والعلمية، حيث أنه كما تلاحظون هذه الدواء تنظم بشراكة مع المعهد العالي للقضاء
باعتباره المؤسسة الرسمية التي تقوم طبعا بتكوين السادة الملاحقين القضائيين والسادة القضاة، وكذلك محاولة يعني تنوير قدراتهم الذاتية والعلمية والبحثية من أجل مصايرة كل التطورات المهنية. وكذلك تم هذه الندوة بتنظيم كذلك مع مصدر القانون المدني والاقتصادي بسويسرا ليبارت، محاولة منا بإبراز انفتاح ومدى انفتاح هذه المحكمة على محيطها الجامعي الذي يعتبر كذلك مدخل من المداخل الأساسية للرقي بالقدرات العلمية والمهنية للسادة القضاة والموظفين العاملين بها. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.